السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مس مريم. فاكرين نور صاحبتنا اتكلمت معانا قبل كده عن العائله بتاعتها وعن اسرتها، وقالت ان كل فرد من افراد الاسره كان ليه دور. النهارده بقى نور كان عندها شويه مشاكل وكانت عاوزه تحكيها لنا وتقول لنا ازاي حلتها. يلا كده نشوف نور عملت ايه. نور بتقول: انا مشغولة جدا كل يوم، كل يوم وراها حاجات كتير، وهتحكي لنا يومها مشغول ازاي. استعد انا واختي للمدرسة، بيستعدوا كده ويجهزوا نفسهم عشان يروحوا المدرسة. تذهب اختي للحمام وانتظرها لكي ايه؟ استخدمه بعدها. يعني اختها تدخل الاول وبعدين تستناها هي علشان عاوزة تدخل بعدها. تستغرق أختي سارة وقتا طويلا حتى تستعد، نتأخر بسببها أحيانا. إيه ده؟ ده دي مشكلة. هي بقى نور بتحكي لنا المشاكل بتاعتها، بس برضو بتقول لنا إزاي اتحلت. تعالوا كده عاوزين نركز في قصة نور النهاردة على كل مشكلة بتواجهها وإزاي نور الشطورة حلتها. طيب ماما قالت لهم إيه؟ أخبرتنا أمي بضبط المؤقت. إيه هو المؤقت يا ولاد؟ اللي هو حاجة زي المنبه كده، بتعد وقت معين لكل حد فيهم علشان يخلص بسرعة، وبهذه الطريقة تسرع سارة في الاستعداد. يعني ماما مثلا بتقول سارة 5 دقايق وبسرعة تخرج، فبتضبط المؤقت ليها اللي هو إيه؟ حاجة كده شبه المنبه، أول ما تعدي 5 دقايق يبتدي يرن، فسارة تعرف إن هي كده اتأخرت تخرج على طول. فبالتالي نور متأخرش هي كمان. يبقى كده ماما حلت لهم المشكلة ولا لأ؟ طيب بعد شوية لقت نور تيتا عملت ايه؟ أعدت لنا جدتي طبق الفول علشان نفطر. بس في مشكلة، ما زلت أشعر بالجوع، هي لسه جعانة. بس تيتا الحلوة الجميلة بتعمل ايه؟ تجهز لي جدتي سلطة فواكه أيضا. فتيتا علشان خاطر لو هي لسه جعانة ومحتاجة تكمل أكلها تعمل لها سلطة فواكه هتقدر تاكلها تاني. طيب تاني مشكلة، يلا نشوف تاني نور عندها مشاكل ايه. نذهب أنا وأختي سويا إلى المدرسة سيرا على الأقدام، بيتمشوا وهم رايحين للمدرسة. بس كان في مشكلة، الطريق مزدحم جدا، الطريق كان زحمة جدا عليهم. طبعا احنا عارفين إن نور صغيرة وسارة كبيرة، لذا طلبت منها الإمساك بيدي. طبعا نور قالت لسارة: يا سارة أنا لسه صغيرة، ممكن تمسكي إيدي لو سمحتي؟ قالت لها: طبعا يا حبيبتي. يبقى هي عملت كده ليه؟ ليه نور عملت كده؟ لكي أحافظ على سلامتي. يعني أنت يا شطور أنت وهو، لما تيجوا خارجين مع ماما مشوار وتلاقوا الدنيا ابتدت تبقى زحمة، نجري جاي بيمسك في إيديها على طول علشان نفضل كده بأمان وسلام ونروح البيت كويسين وبخير. طيب دي كده كانت أحداث اليوم بتاع سارة. بعدين حصل إيه؟ سارة قالت في الآخر: وأشعر بالسعادة عندما أصل إلى المدرسة. طبعا لما كانت بتوصل المدرسة بسلام مع أختها بتحس بالإيه؟ بالسعادة. طيب هي بتسأل هنا، بتقول إيه؟ أتساءل ماذا سنفعل اليوم، يا ترى هنعمل إيه في المدرسة؟ تعالوا كده نلخص اللي نور قالته لنا في القصة بتاعتها. قلنا إن نور كان عندها مشاكل، يلا نراجع كده كل مشكلة وإزاي اتحلت مشكلة نور. أنا مشغولة جدا كل يوم، أستعد أنا وأختي للمدرسة، لذا تذهب أختي للحمام وأنتظرها لكي أستخدمه بعدها. كانت المشكلة فين؟ إن سارة بتستغرق وقت طويل وطبعا بيتأخروا على المدرسة. مين اللي جاب لهم الحل الجميل؟ طبعا ماما. ماما قالت نعمل إيه؟ نقوم بضبط المؤقت، وبهذه الطريقة طبعا سارة هتخلص بسرعة. طيب دي أول مشكلة، اوعوا تنسوها عشان هسألكوا عنها في الأسئلة اللي جاية. بعد شوية جت تيتا عملت لهم طبق الفول، بس المشكلة كانت إن لسه نور جعانة. بس تيتا عملت إيه علشان تحل المشكلة؟ تجهز لي جدتي سلطة فواكه أيضا. يبقى تيتا حلت لها المشكلة. آخر مشكلة لو فاكرين قولوا يلا، كانت إيه؟ نذهب أنا وأختي سويا للمدرسة سيرا. لكن كانت المشكلة فين؟ كانت المشكلة إن أختها مالها كان الطريق بيكون إيه؟ مزدحم جدا. فازدحام الطريق ده
كان مخلي نور تبقى خايفة قوي، فتروح جري لأختها سارة تقول لها إيه. طلبت على طول من سارة تمسك بإيديها علشان تحافظ على سلامتها. يبقى كده أنا عندي 3 مشكلات ولقيت لهم نور 3 حلول. يلا تعالوا نحل التمرين الجاي، أشوفكم فاكرين ولا لأ. ضع علامة صح أمام المشكلات التي واجهت نور، وعلامة خطأ أمام المشكلات التي لم تواجه نور. أول واحدة، هو ده ولد بيرمي قشرة موز في الأرض، ملوش علاقة بنور، يبقى نعمل عليه صح ولا غلط؟ أكيد طبعا غلط. طب السؤال التاني، نور جاعت؟ اه طبعا كانت جعانة بعد ما كلت الفول، حست لسه ان هي جعانة وتيتا عملت لها طبق الفواكه الجميل، يبقى صح. نشوف اللي بعدها، لا هي نور ما اتخانقتش من حد ولا زعقت على حد، دي ما كانتش مشكلة من مشاكل نور. نكمل تاني، اه هي رايحة المدرسة الطريق كان مزدحم ومسكت في ايد اختها، يبقى دي مشكلة من مشاكل نور. اه طبعا. نشوف اللي بعدها، هي نور تعبت في القصة ولا حاجة؟ محدش كان تعبان في القصة، بتبقى مش معانا، نعمل عندها غلط. سارة طبعا اتأخرت على نور، صح كده؟ في الحمام، فطبعا حصل ايه؟ كانت دي مشكلة؟ اه كانت مشكلة كبيرة جدا لنور، بس ماما طبعا حلتها. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة، بس لسه مكملين في حلقات تانية كتير. ما تنسوش الحلقة الجاية هنحل تمارين كتير جدا عن المشكلات والحلول. وعلشان تشوفوا كل حلقاتنا ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة السكولة على اليوتيوب. باي.